ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى إخوان الحسين ورحمة الله وبركاته. لناعية الحسين في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، دعونا نستقبل سماحة الشيخ الأنصاري بصلوات محمدية علوية مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين، لا سيما من كان للرسول وللإسلام عضدا وللشيعة كفايا ومعتمدا، صبط الرسول وقرة عين الغريب لا ناصر شهيد العراق. الله بين النهرين مولا حبيبي يا حسين، يا طبيبي يا حسين، نور عيني السلام على المغصوب حقها، السلام على الممنوع ارتغى، السلام على المسطور الدغام، السلام على المكسور العظام، السلام على أم أبي غافاتنا. ترجمة
محمد. ماذا على من شم ترغة أحمد ألا يشوم مدى الزمان غواليا يا صبت علي مصائب صبت على مصايب لو اللغام صبت على الايام صرنا ليالي وانظر إلى من بكاها على تربتها أمير المؤمنين. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابا. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا يا مام أنسيت بعدي خلة الأحباب. قال بني اندبي لي وانعي لي أمك فاطمة. قالت خذني على قبر غاتا بغليلا قلها يا يما بقينا بعد عين شتاء والله بقينا بعد عين شتاء يا يما والله يتامى يتامى والليل كل ما ننا أنا شوف صد الوالد راعي الشغام يا يوم راعي الشغام الشغام عقب عينك يا يوم راحت الروح لقعدي لي يوم وجاوبيني يما وبشفت يا يما مسحي دمع عيني من زين بي يما اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعلى
وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الباري سبحانه وتعالى في طيات سجلات الأنبياء بعث معهم الأوامر والنواهي، حيث يأمرون بما يريد وينهون بما لا يحب ولا يريد. في كل شيء، في كل زاوية، يعني شوف بعض الأحيان احنا نلجي لعد الدين، نحسب الصلاة الصوم هو هذا يكتفي وهذا نكفي به، وهذه الدقيقتين ثلاثة إذا صليناها وهذا صار عند الدين. لا، هاي الصلاة مفتاح، أو هذا الصلاة، هذه الصلاة، هذه الفريضة شعار، لأنه لما تجي لعد الصلاة يقول لك إذا تريد تشوف صلاتك مقبولة أو مو مقبولة ما لك غرض بأحد، شوف نفسك هل تنهاك ولا لا، هل تأمرك ولا لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لهذا شقد عندنا تأكيد وتأييد، إحنا على أطفالنا علموهم أدبوهم وهم أبناء السابعة. ليش؟ لأنه أكو أشياء بالصلاة ما تلقاها بغير شيء. الصلاة أول شيء تأخذ من الإنسان الأمور السلبية التي تجتمع، اللي هسه اليوم حتى علميا اكتشفوا أنه الجسم عنده حالات، عنده مكنونات، عنده نوع من القوة السالبة على أثر الحركة، على أثر التفكير، على أثر الحالات اللي تسري في جسمه حتى من الدماء. لهذا يحتاج أنه هاي المكونات اللي هيك تسبب له وهيك تسوي له يكون شوية يراعي نفسه. حتى فيقول لك الصلاة تأخذ هذا الأمر أو ترفع هذا الأمر زين إلى حتى. فالصلاة بنفسها هي تعطي طاقة، طاقة الصلاة. تارة أنت تجي للقرآن الكريم يقول لك بأوقاتها، يقول لك بوجوبها. لهذا يقول لك من الفرائض، هي مو من الأصول ومن الفروع، لكنما لأنها هي مهمة لعد الأصول ومهمة لعد الفروع فالإنسان ما يقدر يقول لا. هي علامة الأصول هاي الصلاة اللي نصليها. من جملة الأشياء اللي مثل الصلاة، أنا ما أريد أن أخيم بس على الصلاة في الموضوع، لأنه الموضوع عندي يا أنه إحنا شقد ملتزمين وهذا الالتزام إش راح يسوي لنا. إحنا مطالبين تجاه النبي أو معرفة النبي بآية من القرآن الكريم تربطنا مع الله، آية قل إن كنتم تحبون الله، أكو فاصل حد يحببكم الله، هذا الفاصل هو الشرط، إن فقد لا حب لله لك، فاتبعوني. الله يربط الإنسان ويحب الإنسان، هو مخلي شرط، هو الله سبحانه وتعالى بنفسه وضع شرطا لنا. هذا الشرط، شوف هذا الطفل اللي ما يحكي ماشي عليه، شوف هذا الصبي ماشي عليه، شوف هذا الشاب ماشي عليه، شوف ذول الإخوان الأخوات الأمهات الآباء الكل، شوف اللي بالمطبخ، شوف اللي بالمجلس، شوف اللي كنا مطالبين به هذا الشيء وهو واصل لنا. يعني أنا لما أجي إن كنتم تحبون الله، حب الله وما هو شخص، كل محبوب لله يحب فهو حب الله. جاء واحد للإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله،
هل في الدين حب؟ أكو بالدين حب؟ قال هل الدين إلا الحب؟ يعني أصلا هو الدين حب، الدين حب، الدين محبة، الدين نوع من الاتصال بالله سبحانه وتعالى. لهذا من جملة هاي الأشياء اللي تعرفنا بالصلاة، اللي تعرفنا بالفروع، اللي تعرفنا بالأصول، في فرع من الفروع أو في أمر مما جاء على صدر محمد أو نزل على صدر محمد، وهو القرآن الكريم. هذا نزلت هاي الآية، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، هجر القرآن، أنا لما أريد أشوف القرآن بالله هجر، الهجر هو الترك، ترك يوب المعاني يوب العمل يوب كل شيء. ما تحترم أبوك هجرت القرآن، إحنا عندنا هيك بصمات الدين، بصمات الإسلام في كل شيء. زوجتك ما احترمتك، ما احترمتها، الأطفال سببت لهم مشكلة، البيت سويت له مشكلة، هجر صار. دينك، أخوك من الدين، والله ما لاقي لي، والله ما مشى، هجر صار. لهذا الهجر القرآني، القرآن الكريم الآيات اللي البعض يعبر عنها 6660 آية زين أو أقل أو أكثر على الحسابات الموجودة على النقيصة والزيادة، وصلوا على أنه القرآن الكريم بسبعين 700,000 أو 70,000 حرف و50,000 نقطة فيه. زين هاي محسوبات، هذني كل وحدة منهن إذا تريد تشوفها وين موجودة، هو القرآن بنفسه عن طريق آل محمد علمنا شلون نجي لعد القرآن. واحد يقول والله شيخنا أنت عطال بطال تريد تقرأ قرآن، أنا ماني عطال، أنا إذا أشتغل. لا، مو بس بهذا، تعال شوف شلون علموك للقرآن. القرآن بعض الأحيان تعلمه من خلاله، قال أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن جمع في المثاني أو جمع في الفاتحة، وكل الفاتحة في بسملتها، وكل البسملة ببائها، وأنا النقرة تحت الباء. مو هيج؟ وهذا المعنى. تعال شوف الإمام الرضا عليه السلام يقول كل إنسان يوميا يجب عليه إن كان مسلما من واجباته أن يدعو 10 مرات، وما رأينا في دين غير دين محمد هذا الدعاء. 10 مرات واجب تدعي. دور أنت وين؟ يقول لك بالصلاة. 10 مرات إحنا عندنا بالصلاة ندعو. زين؟ فالدعاء اللي يصير بال10 مرات، الدعاء اللي يصير بال10 مرات وين؟ سورة الفاتحة كم مرة تقرونها باليوم؟ 5 صلوات، كل ركعتين منهن بيهن الفاتحة. وين؟ وين؟ بأي آية؟ اهدنا. اهدنا تامر الله ولا تدعو الله؟ هي صيغة أمر، الأمر صيغته هو والدعاء والالتماس، فرد شيء. تأمر تأتي بكلمة افعل، أكل اشرب. زين بعض الأحيان لا، تدعو اهدنا يعني اعطني الهداية، تطلب الهداية، تطلب الهداية من الله. هذا الدعاء أو في صلاتك أنت يوميا بال5 صلوات اللي واجب عليك تدعو 10 مرات، وكل مرة اللي تدعي بها دعائك واجب فيها، الدعاء الواجب. الإمام الرضا يقول شوف الحمد جاء إليكم في 3 آيات، وهذه الآيات الأولى هي مصيركم تربيتكم والرحمة التي عليكم والحساب الذي أمامكم. يقول أول آية إجت الحمد
شلون قلنا؟ لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ما قلت الرحمن، ما قلت العزيز، ما قلت الخالق، رب. يعني أنت تحمد الله كن على تربيتك، إذا صارت عندك التربية تصير عندك الرحمة، إذا صارت عندك التربية تصير عندك العزة. كل شيء يرتبط بالله تأخذه في آداب الله تصير تربية. لهذا أنت تحمد الله، تشكر الله، زين، بمن تحمد الله على ما؟ على التربية. الحمد لله يعني صفة الله التي تربيني في ديني في دنياي في آخرتي، هي هاي المطلوب. لهذا كون احنا 24 ساعة نمشي نشوف كيف تربينا. زين، ما عرف التربية، هسه أقول لك وين تجي وشلون نتعلم التربية. الحمد لله رب العالمين، الذي يربي. رب من ربب، من التربية. إذا الإنسان يحمد الله على تربيته لأنه تربى في الله، أو لمن يحمد، لمن رباه، فيكون في إطارين، إطار الرحمانية وإطار الرحيمية. الرحمانية يقولون كل الخلق مشترك فيها، بالعدل الإلهي تشوف حتى نجس العين أجلكم الله من الخنزير والكلب أيضا يأكل ويشرب، الله ما يمنع أحد. سامع هذا؟ يقول يومين ثلاث كان قدام موسى عليه السلام ويحكي على الله، شلون ما يريد يحكي؟ زين، فوقف قدام موسى، ما راد يخليه يروح للمناجات. موسى يصعد على الجبل ويناجي، عنده حالاته هو الخاصة، نبي الله هذا. زين، فيوم من الأيام قال له وين رايح؟ قال له المناجات. قال له تعال، إذا أحكي لك كم كلمة أريد أوصيك بكم شيء، وروح قل له. قال وما عندك؟ أخذ يحكي. قل له لا أريد رحمانيتك، لا أريد رحميتك، لا أريد طعامك، لا أريد شرابك، أنت كذا. قام يحكي على الله. كنا نحكي أنا ترى، مو بس هو. سامع؟ بس كون نضوج شوية، ما يظل من فوق وننزل يوم ونصعد، مو هيك؟ راح موسى المناجات، ناجى ربه، اجى نزل عليه الوحي، قال له ليش ما تبلغ رسالة هذا؟ قال له اخو سمع يا الهي انت سمع، انا اخجل. قال لا كررها، قل لي بها، احب انه بما كلفك ان تقول. قال له يا الهي انت سمعت مثل ما يقول لك التكليف، هيج قال هيج قال هيج قال. زين، سلام عليك. هاي الحكي اللي حكاه هذا العربي مثل ما يقول، هذا الاعرابي مثل ما حكاه موصلا لعند الله. قال له زين، روح قل له عبدتني أو لم تعبد فإن نعمتي مفتوحة عليك، سلامتك علي، أكلك وشربك مثل ما يقول علي، نفسك علي، حاجتك ما أخل، لأني ما فتحت فمن إلا وقدرت له رزقه. قل له اعتقدت بي أو لم تعتقد بأني رب أو أنا موجود، فوالله لا تغيب عني ولا لحظة واحدة وإن غيبتني في وجودك. ما تريد تعتقد فيه، أنت ما تبغى. هذا كله الحاصل علمه، فجأة شاف هذا مثل ما يقول واقف بتوثيته، واقف بعصايته، قال لها يا موسى شنو شو الخبر؟ قال له nothing. ما في شيء. قال له لا، قال له لا، قال له يقول عبدت أم لم تعبد، اعتقدت أم لم تعتقد، سويت أو ما سويت، فإنه يقول أنت بعيني ولم تغب عني. قال له وإيش قال لك؟ قال يقول أنا الرب وهو المربوب شاهم أبا. فأخذ يعدد له، قال سبحان الله، هكذا رب لي وأنا؟ طاح على إيد موسى وتاب وصار من العباد ومن الصالحين. وأكثر شيء تشوف بالقرآن الكريم زين، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تشوف في هذا القرآن الكريم قصص تجي كثير عن بني إسرائيل، عن اليهود. ليش؟ لأنه دائما عندهم انشقاقات كانت،
مع الأنبياء مع الأوصياء. هاي الانشقاقات منين تصير؟ من هاي الهوس، أهواء الاجتماعية، الأهواء الشخصية، الأهواء الفردية، الأنانيات. هذن من يجن يبهذلن البيت، يبهذلن المجتمع، يبهذلن يعني يحطن في نوع من ال... لهذا لما نأتي إلى الرحمن الرحيم، لما قلت الحمد لله رب العالمين الذي له رحمن رحمة على كل خلقه في دنياه، من عصاه، من ابتعد عن الطهر والطهارة. ما شفت لك واحد من هذولي زين يقول واحد من الأنبياء شاف عقرب شايلت لها شيء، اجا يمشي وراها، شافها وصلت على نهر قال هاي ما تدري الطريق وين، لكن شو شافها صعدت حافة النهر وجت وقفت على المي قريب من المي، خرجت ضفدعة امتطتها عبرتها راحت وصلت إلى جحر ما أو حجر ما فوقفت هناك، خرجت دابة أخرى أعطتها ما في فمها ورجعت. طلب من الله أنه يشاء، قال هكذا أرزق خلق، الخلق هكذا يرزق. ألد الأعداء لك أنت العقرب، صخرنا الضفدع تجي تعبرها المي تجي قيل ولما؟ قال لأن هذه الدابة اللي شفتها بين الصخور عمياء، لكن رزقها علي. قصص من هذا الباب عد الأنبياء بأجمعهم، موسى، عيسى، زين. لكن اليوم شوف بأمتنا ايش صاير، احنا تحرق الإنسان، هذا الدين تحطه بقفص زين. شو السبب؟ الدواب هاي منين اجتنا؟ ما يعرف الإنسان بلا. لهذا القرآن الكريم بالآية الثالثة يقول أنت لما تعيش برحمة الله تعيش، لكن من هاي الرحمة هل تأخذ رحيميتك؟ هل تأخذ الاختصاص من الرحمة؟ اختصاص الرحمة شنهي؟ العلم. اختصاص الرحمة شنهي؟ المعرفة. اختصاص الرحمة شنهي؟ التعبد الصحيح. اختصاص الرحمة شنهي؟ أنه تلتزم الالتزام الصحيح. كثير من عندنا يحسب إلا يروح للحوزة يا الله يصير، لا عمي ما يريد حوزة، أنت اجعل نفسك حوزة نفسك. الحوز بمعنى الاحتياز، بمعنى الجذب، بمعنى الإحازة، بمعنى ما بين يديك، زين؟ ولا البلاءات اللي عندنا بالحوزة ترى مو قليلة، كثيرة. الإنسان يتعب من يروح، مو كل واحد. فإن تكون من هاي الرحمة تأخذ مناصا ومجالا حتى تدخل في رحمية الله، ومن دخل في رحمية الله فيكون هو الذي يأمر وينهى، وأمره ونهيه يكون أمر الله ونهي الله. لهذا هذا القرآن شوف الإمام الصادق شيء يقول، إذا الإنسان حمد الله على ما تربى به من الله، لأن الله أنت قلت رب العالمين جبته هنا، ما قلت القادر الرازق الخالق، 100 اسم عند الله زين، فأنت ما جبت من هذا الباب شيء، قلت لا التربية تربية لا، والثاني أنت في هذا الجو يوبس تأكل وتشرب زين، والرحمة عليك مضفضفة، يقول لا والله إضافة على أكلك وشربك أكو خط أكو مسير هم ماشي فيه زين. إذا صار عندك من بعد الرحمة ومن بعد الدنيا ومن بعد العيش، فيقول المآل إلى يوم الحساب، مالك يوم الدين. ها؟ يعني أنت عندك تربية وعندك مسير برحمة الله، اشتاخذ منها هذا الله أنه بيقول لك ترى هو مالك يوم الدين، ترى عندك حساب يوم الدين. هذه المرحلة الثالثة اللي الإنسان يمر بها، إذا مر بهذه المرحلة الثالثة شوف وين يوصل. يوصل أنه عند القدرة تصير يقول إياك نعبد، هي إذا تقول نعبدك مو أخصر مو أجمل، يقول إيه صحيح، بس هنا أنت تريد تقول ما أعبد غيرك،
اليوم كنت أقرأ قصة أحد الإخوان لا زال من زمان شايفها. صدام ما أخذ له مجموعة، الكاتبها هو من الجماعة جماعتنا، يقول خذونا أبعدونا طلعونا من كربلة ما أدري منين على وادي، ولقينا واحد من الطغاة الصداميين هناك كان قاعدين ضربونا، أمرهم شالوا علينا الكل شيء ساعها، يقول احنا مطأطئين الرؤوس وليس لدينا إلا ذكر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، التشهد. ماذا؟ يقول قال لنا من هو اللي يحب صدام حسين ومن هو اللي يحب الحسين؟ كنا بالعشرات. قام شاب توه مخطط قال له أنا أحب حسين، قال خذوه، خذوه وقفوه بعيد عنا، شال البندقية هو الكلاش سلحها، وهناك كم طلقة صارت فيه خر على الأرض صريعا. التفت إنا مرة أخرى، يعني هذا اللي يقول عبد الحسين أنت حسين وأنا حسين، يقول التفت قال من منكم يحب الحسين ومن منكم يحب صدام حسين؟ يقول شوية وقام واحد آخر قال لا أنا أحب الحسين وما أحب صدام حسين، والبيك سويه خذوه. يقول نفس الشيء عند الجثة الثانية صارت الضربة، المرة الثالثة كأنما صار عنده معتقد دول كلهم راحوا يقولون هيك، قال ضربوهم، غمز جماعته، يقول أخذنا الضرب حتى منك هذا الوادي الكبير، يقول ضربونا وعلى وجوهنا فارين نركض وهم يضربون بينا، إلى أن وصلنا لعد المدينة. يقول أنا بالليل شفت الحسين، مرينا على الأجساد إحنا من فرينا من ناك، شفت أبي عبد الله، رأيت أبا عبد الله الحسين عليه السلام. يقول وإذا به يقول على خيول راكبين مثل ما يقول كالملائكة أصحابه، فأشار إلى الثاني مو الأولي، الشاب الثاني، قال هذا دفنوه في ضريحي عندي وعند ولدي علي الأكبر، والثاني قال لهم حطوه مع شهداء كربلاء، شايف بين الضريح والشهداء أكو فاصل حتى الطوف. يقول أنا سألت في عالم الرؤيا، قال لأن الثاني رأى الموت، رأى المحنة ومشى، الأول ما يدري شو يصير، مو أنه ما يعرف ما ينقتل، لكن هذا حتى حواسه شبعت ارتقت شربت ماء الشهادة، شاف شلون، شاف القتل، شاف الدماء شلون، لهذا هذا عندي درجته أكثر وذاك عندي عزيز وغالي. فإياك نعبد بس أنت، هاي البس من تحطها بيها أشياء، وإياك نستعين، هذه صورة الفاتحة ستعال عد الإمام الرضا شو يقول. يقول هذني كلهن من تجيبهن هذا الدعاء الواجب يجي من بعد هاي الجولة كلها، شو تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وين هذا الصراط المستقيم؟ شنو هذا الصراط المستقيم؟ الإمام الرضا يقول والله هو صراطنا، هم نحن، هو نحن أهل البيت. شوف شلون هسه من تجي توقف للصلاة شلون تصليها تكون بعد زين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إنه بيوضح لك هذا الصراط المستقيم المن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح كك في بيوت أذن الله أن ترفع، هاي البيوت يا هم أهلها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا
ثم يقول وبدأتم بنا. لو دققتم بدأتم بنا. أنت لما قلت بسم الله من تحلف شو تقول؟ بالله والله تالله، ما تقول بسم الله. القاضي من يحضرك أو أنت إذا تريد تقسم ما تقول بسم الله بسمة الله، هيك تقول؟ يقول بسم الله بس. زين، لكن بالحمد يقول ما قلتم والله. هنا في كلمة إيش؟ من هم أسماء الله؟ أسماء الله نحن، نحن أسماء الله. فأنت لما تقول أبدأ أو تقول بسم الله فنحن أسماء الله. فبدأتم بنا فاطلبوا بالدعاء اهدنا الصراط. هذا القرآن اللي يقول لك إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني قرآن بغير محمد وآل محمد، قرآن بغير فاطمة الزهراء. زين، إن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا، هذه شكوى من النبي، هل تختص بزمان؟ هل تختص بمكان؟ هل تختص بناس دون آخرين؟ يقولون الشكوى في الدنيا، وبعض قالوا الشكوى في القيامة، وبعض قالوا الشكوى في الدنيا وفي القيامة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من ابتعد عن القرآن، من لم يدر بالا على القرآن الكريم. هذا يا حبيبي يومية ولو تقرأ لك آية. ليش؟ لأنه السيدة الزهراء سلام الله عليها شلون تعرفنا؟ مهجور متروك، مهجور. زعموا البعض أنه هجر القرآن، وهي تشير إلى قضايا عجيبة قريبة. بعض قالوا القرآن الناطق الذي هجر. كم واحد ظلوا علي بن أبي طالب؟ ها؟ أكبر عدد يقول 7. تعال شوف القرآن هذول أهل البيت شلون لخصوا. وحدة جاية الطالب بإرث، زين، وحدة جاية الطالب بمعنى، الطالب بحق، زين، ما صاحت. تعال شوف شلون توضح لنا هاي. لهذا القرآن الكريم اجى في آية يربط الأمة برسولها بالله، أو يربط الأمة بالله من خلال رسول الله، من غير رسول الله ما يصير. زين، أنا لما أجي أشوف القرآن الكريم، أشوف الآية الكريمة شو تقول؟ تقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع بشنهي؟ وهسه احنا عندنا ضياع هنا هواي يصير كل مكان. هو وهسه كل يوم واحد رافع له رايه، كل واحد طالع له شيء نركض وراه. هذا كل يوم واحد اهوج جلكم الله بس لسان عنده من ذول الجماعه اللي لا يقبل مسيح، لا يقبل يهود، لا يقبل اسلام، لا يقبل دين، لا يقبل انسانيه، لا يقبل ولا يقبل شيء. يعني تكرار مكررات. كانت عند يزيد وعند جماعته نفس الشيء، كانوا عند من ارادوا قتل المسيح نفس الشيء، كانوا عند من اذوا موسى نفس الشيء، من اذوا نوح نفس الشيء. زين، هاي الاشياء موجوده. يقولون الاتباع للرسول تارة واخرى بمفاهيم متعددة. من جملة هاي المفاهيم اللي احنا نقول والله نريد نتبع الرسول، يقول وحدة منهن، وحدة من ذن الأمور، العمل بالدين، من الفروض، زين، من الحقوق، سواء حقوقك لعد نفسك، لعد أهلك، لعد ربك، ما يفرق. تؤدي الحقوق، تؤدي حقوق ربك، هاي وحدة.
بعض الجماعة قالوا ومن جملتها التخلق والتعلم. شلون؟ يعني أنت تجي دائما تسأل عن النبي، عن الأولياء، أنه ما هي الآداب التي يطلبها الله سبحانه وتعالى من العبد تجاه نفسه، تجاه أهله. وعدنا هذا الباب كثير. بشكل يعني عندنا علماء الأخلاق، شوف في كتب عندنا من مثال معراج السعادة وغيره، شوف شلون خلوا الإنسان أنه يعرف كيانه هو شنو. كثير من عندنا يقول لك أنا والله شوية عصبي، شنو الدواء؟ دواء قبل لا أنا أقول لك، وقبل لا هاي أكو أشياء موجودة راعيها، لأنه هذا طبع قرآنك ودينك. حتى هذا الباب يسير لك إياه، يمشي لك إياه. لهذا جعلوا جسم الإنسان وطبع الإنسان وروح الإنسان وقلب الإنسان وأخلاق الإنسان موزونة بالتوازن اللي موجود. كلما الإنسان ابتعد عن الشين، كلما ابتعد عن الحرام، هذا نوع من الأخلاقية الثابتة أو المثبتة إلى زين. أقو شيء آخر، أفلح من صلى على محمد وعلى محمد. أكو شيء آخر اللي يطلبونه من الإنسان، أنت لما تصير أنه تريد تمشي بالقرآن الكريم وتريد الله يحبك وتتبع الرسول، متابعتك للرسول، يقولون حفظ الأحكام الشرعية واجب عليك. يجب على الإنسان أن يتابع الأحكام الشرعية، حتى لا يقول والله ما أدري هذا حرام كان ولا حلال، لا، هذا واجب يو مستحب. اليوم كثير من الأعراف الموجودة، شوف مثلا القبيلة الفلانية تقول هيك لا تسقي قهوة، خلص حرام، وإذا واحد سوى شيء يأخذون منه فصل. عم الدين هيك، الدين هو أعظم من العشيرة. والدين ما يجي قال لك لا، أكو قوانين بعض الأحيان اجتماعية. اليوم أنت يقولون لك إذا على هذا السوق، لا على هذا القانون تسوق وصار لا سمح الله حادث، الطرف المقابل مقصر، وإن يعني ما يصير هيك، يقول لك هذا القانون، احترم القانون. زين، فكيف لما تجي لعتق القوانين الإلهية؟ فمن جملة الأشياء اللي عدنا إياها في هذا الباب التفقه في الدين. طلع لك رسالة، شوف شبيها، يقول من قرأ حلالنا وحرامنا، أو من فهم أو علم حلالنا وحرامنا لن يفتقر، مو لم، لن، الله يحط البركة. كثير من عدنا احنا نريد كثرة الفلوس، لا، هي مو بالكثرة، هي بالبركة. بعض الأحيان الله يجيب لك شيء زين يمدحك الكل. لهذا الاتباع للرسول من خلال القرآن، إذا تجي إذا اتبعت الرسول يعني أخلاقيا، يعني اجتماعيا، يعني علميا، تعال هاي الأبواب شوف شلون تبينها. إن السيدة الزهراء في خطبتها أنت، حنت، بكت، بكوا لبكائها، لأنه من الآداب. لما بكت على أبيها مو بس كأبو، كرؤى ورؤية ونظر للمستقبل اللي راح تتمحن بيه. شايف منين طالعين هذول جماعتنا؟ شفت ايش صاير بينا؟ هسه ما كفاهم الذبح من أبصار الحرق، طلع لي بيا دين، بيا إيمان، بيا مسألة، بيا وين، منين جايبين هذا؟ السيدة الزهراء تقول فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. إذا واحد عنده إيمان يعني ما عنده شرك، شو الشرك شو يسوي؟ تقول إذا طهر الإنسان من الشرك صار قلبه، مو هنا عندنا شغلة يقولوا لها القلب، زين، إذا بهذا المعنى، قلب المؤمن عرش الله، فلا تسكنوا عرش الله غير الله. إذا صار شرك ما يجي، ليش؟ لأنه الشرك شيطان.
والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. إذا واحد يصلي ويؤديها خاصة بمؤدائها، وهي كل واحدة عندها شروط. واحد يقول لك أنا أنسى، واحد يقول لك أنا ما عندي طاقة، واحد يقول لك أنا، يقول له لا، ركوعك وسجودك إذا تعدل، إذا تكرر بهدوء يعطي حالة نفسية، نوع من الشفاء في السجود، شفاء النفسي شفاء الجسدي بالسجود، نوع من الاستشمام، عطور الإيمان تفوح على الإنسان وين؟ بالسجود. والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، هاي الصدقة اللي تطيها اليومية، هاي الزكاة الواجبة تطيها، هاي زكاة الفطرة، كل شيء تعطيه كزكاة كصدقة هذا يسبب لك أمرين، يعطيك أمرين، تزكية للنفس، نماء في الرزق. والصيام تثبيتا للإخلاص، ترى مو بس شهر رمضان، أكو صيام هسه أول الشهر وسط الشهر، كل يوم خميس كل يوم اثنين إذا الإنسان زين. هسه احنا لما هذا ناخذه شو تسوي بيه؟ تقول والله أنا اليوم مثلا هالدولارين هالخمس دولارات هالمبلغ هذا أخليه لسلامة الإمام الحجة، لفقراء العراق، لفقراء الشيعة، لفقراء المسلمين. شوف شي لهنا، عندنا حسينيات، عندنا مكتبة، عندي أطفال، عندي مراسيم، عندي شيء، هذا تخليه على جنب. والحج تشييدا للدين، والعادل تنسيقا للحج، من تروح يعني كأنما شيدت دين الله، تجي لعد الحج متشيد للدين، تعال لعد الحسين. ها؟ يقول القدم الواحد شو منكم مشايك كانوا من النجف ومن البصرة ومن مدري منين ومن شمال ومن جنوب ومن الغرب والشرق، من كل مكان زين، من السماء والأرض، مو هيك نقول؟ شي اجوا من السماء، هذا ابو المنطاد اللي نزل، او ابو الشسمه، ها ابو المظله لما نزل قال حتى لا يخلو انه من كل مكان ناتي، ان شاء الله المنطاد ما راح يصير سنه الاخرى زين. فتشوف هذا لما يجي الانسان في هذا الباب، الروايه عن الصادق يقول الخطوه الواحده من خطى خطوة لزيارة جدي الحسين كتبت له 1000 حجة، كتبت له 1000 عمرة، كتب له أنه فك 1000 أسير من أسارى آل إسماعيل وهم نحن، كتب له أنه أطعم 1000 مسكين من مساكين آل إسماعيل من سادة محمد، خو هذول وهذا الإرث إلهم إجا زين، كتب له، كتب له. إذا الخطوة الواحدة، فتشييد الحج بعض الأحيان، الحج المعنوي، الحج القلبي، أكو حج موجود زين. شوف السيدة زهراء شلون تفهمك هاي الأشياء وهاي تطينا إياها. والعادل تنسيقا للقلوب، مو إذا ما كان يمي أحد يلا أنا هسه بلد وهذول الكفار، لا حبيبي، كانت اللي جاي للكفار، كان ظليت هناك بكفرنا وشركنا أحسن، إذا جاي هناك هنا نمطي حتى لو واحد ما يعتقد فيك ما لك غرض. وطاعتنا هذه تقسم الظهر الإنسان إذا ما يقوم فيها، وطاعتنا نظاما للملة، هاي الملة اللي تشوفها المخربطة كلها ليش؟ شوف وين تاخذك السيدة الزهراء، بالله عليك واحد جاي لعد كم جريب أرض اسمهن فدك يحكي لك يقول لك طاعتنا نظاما للملة، ها؟ وهم بذاك الوقت ما واحد كان وياهم، كلها مختلفة. قالت ألم تسمعوا أبي رسول الله ماذا قال؟ والله يا بنت رسول الله إنك ما تقوليه إنه هو الأصل وهو فصل الخطاب، لكنما لا تؤاخذينا فلقد بايعنا. أف لتلك الأيدي، بترت تلك الأيدي التي تضع يدا بيد غير فاطمة بغير علي.
غير الحسن بغير آل محمد، بايعنا ونستحي من الله ماكو حياة، من رسول الله ماكو حياة، علتان وفلان زين. وإمامتنا أمانا للفرقة. بويا أكو شيء اليوم إحنا كنا نختلف بالمراكز، نختلف هاي مشكلتنا أخو، الحمد لله صايرة هسه هوستنا، مراكزنا مختلفين، حسينياتنا مختلفين، مساجدنا مختلفين، بشوارعنا مختلفين، بلطمنا نختلف، بقراءتنا نختلف. منين؟ يقول إذا صارت عندكم هيك اختلافات واحد ما يشد العضد على الآخر، فاعلموا أن الإمامة عندكم ضعيفة. إمامتنا سيدة الزهراء تقول إمامة آل محمد أمان للفرقة، ما في تفرق، اللي عنده إمامة ما يزعل، اللي عنده إمامة يأخذ الأمور بأحسن ما يكون. بعض الأحيان المسائل لما نجي لعند السيدة الزهراء سلام الله عليها ما ندري منين نطلع لها. ولا الإمام الصادق بنفسه قال أتضرب بغير حق؟ ماكو شيء، بل إنما كانت الهرم مقابل كل من قام ضد أمير المؤمنين. 50 مسجد بني في المدينة، 50 مسجد، كل 200 نفر بمسجد، 10,000 كانت سكان المدينة. تعرف ايش سووا بهن؟ ما طولت ولا جمعة بعد رسول الله أذن مؤذن بها، ولا جمعة، أخمدت، هدمت، ابتيعت. ليش؟ قالوا إذا يظل مسجد خاف يصير به اجتماع ويدعم علي وآل علي، يدعم رسول الله. احنا حتى التاريخ بالنسبة لهم ما قارينا، تجي تشوف المشاكل اللي تصير علينا، الله أكبر. لهذا القرآن الكريم هو بنفسه يذكر على أنه كيف يشكو الرسول، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بالله عليك هاي الواتساب عندك، السكايب عندك، اللاين عندك، تليفون عندك، هاي ما أدري شنو كلهن عندك، الكمبيوتر عندك، الانترنت عندك، حطهن كلهن وحط القرآن هم بصفك منه. شوف هذن أكثر تدير لهم بال وش قد مخلي عليهن وقت، والقرآن الكريم بالنسبة نسبة كل واحد كم دقيقة انت حاط لك وقت، ايش قدر شايفين القرآن؟ كم مرة ابني، بنتي، زوجتي، زوجي، زين، أمي، أبوي شافني أنا لازم القرآن وأحفظ شيء من القرآن أو أردد ولو صورة من القرآن الكريم. وإحنا بهالبلد هذا، هالبلاد الغربة، وإحنا تقريبا الجمهور الثاني من بعد المسيح كدين إسلام، إحنا الفئة الثانية، الفرقة الثانية في كندا من جهة العدة والعدد. هو ساي تشوف كم القرآن الكريم لما يترك. معاوية لما إجا مو بس الجماعة إجوا، وحتى هم يقولون أكبر غلطة اللي غلط بها أبو بكر وعمر وهو حذف السنة النبوية، عليكم بكتاب الله. يا عم ما يصير هيك، مو هاي وصية الرسول، تارك فيكم الثقلين كتاب الله، تريد تقول سنتي خويا مو واردة بنصكم أنتم، بنصوصكم أنتم والأولى ما واردة، حتى تشيلون عترتي شايل العتر منين؟ زين بالله عليك أنت تجي لعد مروان بن الحكم الطريد بن الطريد